وعايزه اقول لكم يا جماعه، المحشي من الاكلات اللي بتحب البصل جدا. يعني 6 بصلات ايه متوسطين، ودي الزبده، ودي واحده فلفل رومي، وتوم مفروم، وده جنزبيل احنا لسه طبعا ايه هنفرمه. وعايزه اقول لكم يا جماعه، اللي حابب يجيب الجنزبيل ويشيله في الثلاجه، لو الثلاجه بتاعته كويسه ما يحطوش في الفريزر، لانه في الفريزر بيفقد كتير قوي من طعمه، وبيبقى يعني مهري، ما تعرفيش حتى تبشريه، بيبقى مهري جدا. يعني انا بص دلوقتي، انا جبت قطعه كبيره شلت منها قطعه صغيره وايه وقشرتها وسايباها في كيس ايه في الثلاجه، وهي زي ما انتم شايفين زي ما هي، بريحتها بقوامها مش ايه ما بتطراش منك. المحشي الخضره بتاعته شبت اهو ده، وكزبره، انا مستخدمه 3 حزم كزبره وحزمتين شبت. في ناس بتحط بقدونس بس ايه ملهوش لازمه، يعني احنا الفايده المهم اللي عندنا هو الكزبره والشبت بس. يبقى ادي دي الخضره بتاعتنا، وده الفلفل والثوم والجنزبيل، مكعب الماجي لو انت حابه تحطيه، مش حابه براحتك. دي الزبده، اللي حابب يزود منها يزود، بس انا بستخدمها يعني يا دوبك في الاخر خالص للطعم، لان انا بس مش بحب ايه الدهون الكتير في الاكل. والبصل، وده كيلو رز، والطماطم يعني تقريبا يعني مثلا ايه انا باخدها بالشكل كده، يعني تقريبا مثلا بتاعت كيلو وربع، بس الطماطم انت في ايدك، يعني انت كده كده هتحطيها وما بتتصفاش، يعني بنضربها في الخلاط ومش بنصفيها. ولو انت حابه تزودي المقدار شويه براحتك، بس ده تقريبا ايه بتاع كيلو وربع كده، يعني بصوا هم يعني. ودي هناخد برضه، هنستخدم صلصه الطماطم، دي الصلصه اللي احنا عملناها، الطريقه بتاعتها موجوده في القناه بشكلها الجميل. والتوابل بتاعتنا الفلفل الاسود والثوم الباودر والبصل الباودر، برضه الطريقه بتاعتهم في القناه، دول طبعا مركزين وطعمهم حلو قوي. ودي البهارات وملح وكزبره ناشفه، بس ما بتحطيش حاجه ايه تاني الا بس بنضيف، احنا كده كده الصلصه واحنا بنعملها بنضيف على الكميه كلها معلقه ايه سكر للحفظ. لا احنا هنحط بس معلقه صغيره سكر، ما بتعملكيش اي طعم خالص، بس بتعمل اي حاجه فيها صلصه معلقه السكر بتعمل ايه، بتعادل الحموضه بتاعت الصلصه. وطبعا ايه الزيت، وانا ما بحبش استخدم بصراحه اللي هو ايه زيت كريستال ذره. دلوقتي المكونات بتاعتنا بقى اللي هنعمله دلوقتي، ان احنا الطماطم بتاعتنا طبعا هتتغسل كويس قوي وهنضربها في الخلاط وبس، مش هنصفيها. البصل بتاعنا هنضربه في الكبه، الخضره بتاعتنا هنغسلها طبعا وننقعها في الخل ونقطعها. حابه تعمليها في الكبه مفيش مشكله، بس يعني اللي انت عايزاه. الاسود والكزبره الناشفه والبهارات، عايزه اقول لكم يا جماعه لما بتضيفوا البهارات والفلفل الاسود بتاعكم، وحطينا برضو الثوم البودر والايه والبصل البودر، لما بتضيفوا البهارات بتاعتكم مع البصل وهو بيتشوح كده بيدي طعم حلو جدا، والبصل بيتشرب من طعم البهارات نفسها. بصوا هنبتدي ايه، احنا دلوقتي في طريقتين للخلطه بتاعت المحشي. في طريقه ان انت تعمليه نايف نايف، وفي طريقه ثانيه ان انت تعمليه مسبك، ده اللي احنا ايه هنعمله ان شاء الله ايه دلوقتي. الطريقه النايف ناي، انت يا دوبك بتدبلي، مش بتدبلي يعني، يا دوبك البصل بتاعك ياخد دقيقتين على النار بالبهارات بتاعته، وبتطفي على النار، وبتكوني بقى مش ضاربه الطماطم في الخلاط، لا انت بتكوني مقطعاها صغير قوي قوي، يعني هتقطعي الطماطم بتاعتك الكميه كلها صغير جدا. وبتحطي بعد البصل الصلصه بتاعتك والطماطم بتاعتك، وبعد كده بتحطي الخضره وهي متقطعه، وبعد كده بتحطي الرز بتعايري الرز معاها وبس، وخلاص على كده وتبتدي ايه تحشي. انما انا مش بحب الخلطه دي بصراحه، يعني الخلطه دي بتحسسني ايه بطعم الخلطه بتاعت الممبار، فايه انا مش بحب الخلطه دي، لكن طبعا اللي انت ايه حباه.
وفي حاجة كمان برضو ممكن أثناء ما أنت بتحطي الخلطة دي، طبعا احنا حطينا ومعاه الفلفل الرومي، حابة تحطي ريحان يعني ورق ريحان تطحنيه وورق نعناع برضو بيدي نكهة حلوة، بس يعني برضو كل واحد ايه وزي ما بيحب. انا جربتها برضو ايه وجوزي وكده والولاد ما حبوهاش، لكن انت برضو حابة تحطيها، في ناس كتير ايه بتحب نكهة الريحان والورق النعناع ايه مع المحشي. دلوقتي اهو خلاص احنا مش عايزين البصل يقعد ايه اكتر من كده، هنضيف بعد كده الصلصة بتاعتنا. انا هحط ايه مقدار كبير من الصلصة، يعني مش ايه مش هحط مقدار صغير، بس هسيب معلقة من الصلصة وهقول لكم ليه. هنشوح الصلصة مع الايه مع البصل، برضو ده بيدي نكهة حلوة جدا للصلصة بتاعتنا. هنحط برضو الجنزبيل، الجنزبيل الفريش بتاعنا اللي احنا قشرناه، وهنحط معلقة سكر صغيرة، دي ما بتضيفش اي طعم بس بايه بتعادل الحموضة بتاعت الصلصة، زي ما قلتلكوا في الاكلة بتاعت السبانخ ان اي حاجة انت بتعملي فيها طماطم صوص كده سواء للمكرونة او في الطبيخ بتحطي معلقة السكر دي بتعادل الحموضة بتاعت الطماطم وبتدي طعم ونكهة حلوين قوي. هنسيبها بس دقيقة على النار اهو، وبعد كده هضيف ايه الطماطم المعصورة. طيب هنضيف بقى الطماطم بتاعتنا وهسيبها بقى تتسبك نص تسبيكة على النار. اول ما تبتدي تلاقي الزيت بتاعك طلع فوق كده تعرفي انها ايه اتسبكت. الصلصة مهمة جدا يا جماعة في المحشي، لان الطماطم شفتوا انتوا كانت حمرة جدا، بس بعد ما بتتعصر ما بتبقاش حمرة، علشان كده الصلصة بتدي اللون الاحمر بتاعنا ده للصلصة وللمحشي. هسيبها بقى تتسبك شوية وارجع لكم تاني. بصوا دلوقتي احنا بنقطع الخضرة بتاعتنا، انا عايزة الخضرة بتاعتي ما تبقاش ايه متقطعة جامد، لو انت حابة هتفرميها في الكبة علشان مثلا مستعجلة، انا اوقات بعمل كده ببقى مثلا مستعجلة على الاكل فايه بروح فرمها في الكبة لو حجم الكبة ايه يسمح. فانتي لو جيتي تفرميها في الكبة يا ريت تفرميها تبقى ايه يعني كبيرة، يعني مش عايزاكي تديها ايه ضرب 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 جامد اللي هي ايه تتفرم خالص، لا انا مش عايزاها ايه تتفرم خالص. فاحنا دلوقتي هنقطع الخضرة علشان تبقى جاهزة ان نحطها على الصلصة بتاعتنا. بصوا الصلصة بتاعتنا هي اتسبكت، احنا بسبب ان احنا حاطين كمية صلصة كبيرة من اللي احنا حاطينها اللي احنا عاملينها بايدينا في القناة موجودة الطريقة بتاعتها، علشان هي طبعا بتبقى متسبكة فالصلصة بتاعتنا اتسبكت ايه بسرعة. المرحلة دي يا جماعة انتوا تقدروا تاخدوا منها مقدار كده على جنب بحيث ان انتي تقدري تخزنيها في الفريزر، طبعا انتي بتخزنيها بتكون بردت، يعني بتشيل جزء منها على جنب من غير الخضرة ومن غير الرز، وتشيلي منها بحيث ان انتي لما تيجي تعملي المرة الجاية بيسهلك جدا ان انت تيجي تعملي محشي بعد كده. ماشي، هو في ايه يعني كميه زيت زياده شويه، هحاول ايه اصفيهم علشان انا ما بحبش الدهون الكتير، هحاول اصفيها وهناخد بقى هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي هنحط الرز بتاعنا، احنا طبعا لسه ما حطيناش الخضره، انا كل اللي حطيته بس اثناء ما الصلصه بتتسبك شفت الطعم الملح المناسب ليا وحطيت ايه مكعب مرقه الدجاج اللي انت حابه تحطيه حابه مش حابه ايه براحتك. اهو انا يا دوبك هقلب الرز. بصوا يا جماعه انا عايزه الصلصه بتاعتي تبقى اكتر من الرز، يعني مش عايزه الرز هو اكتر من الصلصه.
اهو زي ما احنا شايفين كده، لان لسه ايه انا كده كده طافيه النار خالص. يعني انا اول ما الصلصه بتاعتي اتسبكت انا طفيت النار خالص. خلاص انا اهو حطيت الرز وهحط الخضره ايه عليه على طول. اهو احط الخضره يعني الحلو ان هي تتحط في الاخر خالص علشان فايدتها كلها تبقى معانا في الاكل، سواء في المحشي او في اي حاجة تانية انت هتستخدمي فيها. ذوقي الطعم المناسب ليكي، وهنبتدي بقى علشان ايه نحشي. اهو دلوقتي